ملي استدعينا وزير الصحه وزير التعليم العالي للبرلمان في جلسه مشتركه شرح الحيثيات ديال هذا الموضوع، خرجوا البرلمانيين وخرجوا حتى الصحفيين اللي كانوا حاضرين مقتنعين على ان الحكومه دارت اللي عليها، دارت واحد المجهود كبير للتجاوب مع متطلبات مع الطلبات طلبات الطب والصيدله. دير الصيدله ما عندهم حتى مشكل، صافي ما عندهم حتى مشكل، كيضمنوا زعما ما دخلش شي دماغ، ما عندهم مشكل ضمنوا ما يجيش يشوفوا ما كيمشيوش للدكتور ديالو. اذا بالتالي خرجنا من الاجتماع على اساس ان هذا الشيء اللي عطات الحكومه في المستوى، وفيهم عبد الله بوانو ديال العداوه والتنميه معنا حتى هو قال على ان شعب الحكومه مهم ومهم جدا، انا نستقلوا هاد الناس، استقلناهم داك العام 6 سوايع ونص، لم نصل الى نتيجه، لم نصل الى نتيجه ابدا. مشات الموضوع مشى، انا بالخصوص انا شخصيا قدام رشيد مسجل مسجل داخل البرلمان قلت لهم اوليداتي تصنتوا لي مزيان نهضر معكم كرجل، ما بغيت ندير معكم السياسه ولا زعما بغيت نكون زوين باش تهضروا معايا باش تهضروا عليا زوين، انا ما تهضروش عليا زوين، نقول لكم الصراحه الحكومه راه عندها واحد العداد ديال الخطط، حتى الخطه الاولى الخطه الثانيه الخطه الثالثه، ثم عندكم خطه واحده هو الاضراب. انا ننصحكم على ان هذا الشيء عطات الحكومه فيه من الكفايه، كاع هذا الشيء اللي انتم كتقولوا على انه خفتوا الحكومه ما غديروش، نحن كبرلمان 395 برلماني موجودين هنا، نحن نلتزم على انه سوف نضغط على الحكومه ان جميع المسائل اللي قالتهم الوزراء في هذيك اللجنه غتنفذوا، حنا كنلتزم. الا ما تخرجوش فيها حتى حنا هذه هضره اخرى، قالت لهم محضر محضر قلت لهم محضر، هذيك الجلسه المشتركه راه هي محضر، راه كتخرج في الجهه الرسميه ديال البرلمان، راه كاين محضر، اذا نبدو محضر راه كاين محضر موجود، وحنا سوف نلتزم بالدفع ومحاصره الحكومه حتى تنزل هذا الشيء على الارض الواقع. ما كاين هذا الشيء من والو، حتى حاجه، ما كاين من والو، قال لهم سيروا بحالكم واحد الغيطه غيطه. داز في الصيف في هذا الاخر الشهر اتصلوا مع الاباء والناس في كونجي، انا جاوني ما درتش مازال ما خرجت التهفيل، اتصلوا بالاباء قالوا لي راه بينا نشوفوا البرلمان بين تصنتوا لكم، ان بزاف الحويجات كنسمعوا ما فهمناش بالضبط اش كاين في هذا الموضوع تاع الاباء، وحنا مستعدين باش نستقبلوكم، مستعدين. عيطت على الوصال في رابطه الاغلبيه شي مسافرين، واحد مسافر واحد مسافر واحد اخر كاين، زكينا معاهم الاربع واحد الاربع ما عقلش الاربع في الشهر اللي فات باش يجيو يتدخلوا معاهم يشوفوا اي ديك الرساله اللي صيفطوا كيطلبوا فيها بعض المسائل اللي الحكومه عاطيهم بعدا، الحكومه عاطيه داك الشيء مثلا الزيرو وداك المراجعه ديال هذوك المطرودي ودوك السوايع تزادوا وهذاك يتعاد مثلا الترسيسيون شي كله الحكومه التزمت به، ديجا التزمت به ماشي شي حاجه اخرى. جينا الحيحه ما بين الاباء وبين بحال زعما حنا ما عندناش الحق، ناضوا كاع شي واحدين في التنسيقيه ديال الطلبه اش الحق ما عندكمش الحق تستقبلوا كبرلمان، ما عندناش الحق نستقبل الاباء، إن خصنا ناخذوا حنا ترخيص من التنسيقيه باش نستقبلوا الاباء، انا ما فهمتش. اذا ما تنجحش ما جاوش الناس خافوا، ولكن بعد الاباء راه يمكن تسولوا انتم كصحفيين كنسولين كندخل شي سيت راسكم انا سوف تصدموا، انا نقول لكم بصدق اذا دخلتوا الجروب واتساب ديال الطلبه وتصنتوا الخطابات اللي كيكونوا الداخل سوف تصدمون لما تسمعوا هذا الشيء، غتصدموا داك الشيء اللي تسمعوا، وبالتالي فان هذه الحكومه دارت اللي عليها فيما يخص لاني برونش، لاني برونش ما عندناش لاني برونش، لاني برونش كاين تقريبا مضروب في هذا الامتحان اللي فات تقريبا 40% اللي غتكون مدوزه، زيد عليهم الناس ديال القطاع الخاص، اذا واحد العدد غيدوبل، هذا هو الناس ما عارفينش، واحد العدد غيدوبل، لان ما يمكنش الحكومه ما يمكنش تسدوا الحكومه تسد الباب ديال لاقداس تدخل دوزو الكونكور داكسي، الكونكور داكسي راه تدخل دوزو الناس، راه غيدخلوا جداد، اذا واحد العدد الناس اللي ديجا ما عندهمش الحق يدوبلوا راه يتاليهم، انتم راه هذوك الناس اللي ما عندهمش الحق يدوبلوا راه غادي يخرجوا في فرص عام، راه غيطردوهم، اصلا تقولوا للناس هذا الشيء راه الطلبه مساكين ما عارفينش، وشكون اللي لو ديغني اخر كلمه شكون اللي اش كيسميوه المغفل في هذا الشيء، هما طلبه اللي جايين من بلادنا من الفقراء اللي جايين من الباديه اللي ما عارفين شيء مساكن اثيوبيين، ولكن الاباء اللي هضرت معاهم واحد العدد ديال الاباء مسيسين هضرت معاهم ملتزمين وبغاو الاضراب وبغاو السنه البيضاء لولادهم بغاوها، علاش؟ انهم يمكن قالوا مع رؤوسهم انه قادم بزاف فطفت القرايه
قالوا هذا الاصلاح كله ما بغاوش 6 سنين، ديك 6 سنين ما تكونش 7 سنين، علاش؟ لان في راس دماغه على ان 6 سنين الدوله دارتها باش ما يمشيوش الناس للخارج، وبالتالي هما قالوا كهذا يجي شي حد، ولكن شكون اللي مساكن الطلبه اللي ولادنا اللي ولاد الفقراء اللي في الباديه كتسنى بيت ولا فرماسيان اللي ضايع اللي مسكين في هذا العالم.